مالها شغل. انت حكيم عشان تبعت انت رفض، انت حكيم عشان تعرف شو بدك تبعت. طلع كتابي يا شو اليوم؟ كتابي طالع له اياها اللي عم يكتبها. اللي عم يكتبه. اليوم احد 11 الشهر. 11 12 الاخ المواطن الايراني. ما تخسر يكون اخ يا الاخ. صبروا جدا. نحن لهم اخوان. شلاب يا شلاب كلكم ما تصلون والله للحن. جماعة كلكم ما تصلون. هويتك وين هويتك؟ وين هويته؟ ما معه هوية؟ لا يحمل هوية. ما معه هوية العرسان. لا يحمل هوية شخصية كونه إيراني مبعوث من قبل رجال الأسد لكي يفجر نفسه في أحياء حمص وتحديدا في حي جب الجندلة. يا أخي شو خر لا 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 معلش معلش لا تحكي أنت معلش معلش هذا الحكي هيك بصير واعترافه حاجة عمي حاجة اعترافه